في الفترة الأخيرة برز الذكاء الاصطناعي كواحد من أهم الأدوات، وابتدى يحصل عليه ديبيت ونقاش كتير حوالين استخداماته في البحث العلمي. والحقيقة إن الأداة دي من أقوى الأدوات اللي ممكن تساعد البحث، وإنها بتوفر وقت وجهد كبير جدا. مش بس بتساعدك في الكتابة، دي كمان ممكن تستخدم كموجه أو مرشد ليك علشان تعمل الحاجة بأفضل شكل ممكن، ولكن استخدامها علشان تأدي النتيجة المطلوبة ليه قواعد وأصول، ولأن الاستخدام السطحي عمره ما هيديك أبدا النتيجة دي. فإحنا مع بعض في السلسلة دي هنتعلم إزاي نقدر نستخدمه علشان نحصل منه على أفضل نتيجة ممكنة، والأهم من كده إزاي هنسجل عليه ونشتغل عليه، لأنه للأسف الشديد ممنوع في بعض الدول واللي منها مصر. وعلشان تقدر تسجل في الموقع الرئيسي وتحصل على الخدمة الأصلية من المزود ليها اللي هو شركة أوبن إي آي، فلازم توهم الموقع إنك داخل من بلد غير مصر، وإنك معاك رقم تليفون من أحد البلاد المسموح بيها للحصول على الخدمة. ودي عملية شوية معقدة، فالأول أنا هوريك التشات جي بي تي الأصلي شكله إيه، وهخليك تستخدمه من غير ما تدخل في أمور معقدة أو تستخدم في بي إن، هتدخل عادي من بلدك بإيميلك وبرقم تليفونك. نيجي ندخل على تشات جي بي تي، بنكتب اسم الموقع chat.openai.com، ده بيدخلنا على طول على صفحة التشات جي بي تي. طبعا لو احنا لسه بنعمل الاكونت من اول وجديد بنختار ساين اب، بنبتدي بعد كده ندخل البيانات بتاعتنا واهمها طبعا الايميل. بالنسبة للايميل ما فيش اي مشكلة خالص، هتوصلك رسالة تفعيل، وهنا اول ما هتبتدي تفعيل الرسالة اللي وصلتك هتلاحظ ان بلدك من البلاد الغير مسموح بيها ومش هيكمل معاك باقي الخطوات. علشان كده قبل ما تفعل الايميل لازم تنشط حاجة اسمها VPN. VPN ده عبارة عن كوبري ما بينك وما بين اي بلد تانية من البلاد المسموح بيها، وبالتالي هيبتدي يسمح لك بالدخول. هتيجي للمرحلة التانية وهي ادخال رقم التليفون، وطبعا لو دخلت رقم مصري او رقم من البلاد الغير مسموح بيها فيقول لك ان بلدك غير مسموح بيها بالخدمة، وبالتالي لازم نختار تليفون من بلد تانية من البلاد المسموح بيها. علشان نعمل الكلام ده يا اما يكون معاك رقم غير مصري، او انك بتستخدم واحد من الابليكيشنز اللي بتديك رقم تليفون المصري، ودي موجودة بكثرة، لكن حاول تتأكد ان الارقام اللي بيديها لك دي ارقام جينوين وارقام جديدة وبتسمح بالتسجيل بالتشات جي بي تي. بعد ما بندخل على التشات جي بي تي بنلاقي الواجهة اللي قدامنا، بنبتدي ندخل وممكن نسأله اول سؤال انت مين، هو ار يو، فبيبتدي يرد عليك وبيقول لك ان انا ذكاء اصطناعي، وان انا ما في ان انا بتعلم عن طريق اللغات او عن طريق النصوص اللي بيتم امتداد عليه. طبعا بيبتدي بقى وهتبتدي تحاور معاه وتتكلم معاه هنا، وتقدر تسأله اي سؤال او تطلب منه ان هو يكتب لك اي حاجة. بالنسبة طبعا لنقطة البحث العلمي فدي لسه هنتكلم عليها في الحلقات الجاية، ازاي نكتب review of literature او ازاي نكتب references او ازاي نكتب discussion، كل الكلام ده هنتعرض ليه في الحلقات الجاية. لكن المرة دي احنا بنكتفي انك تتعرف على الواجهة وانك تعمل الحساب بتاعك. طيب ازاي احصل على نفس الخدمة دي في موقع تاني، شركة اسمها كورة هي حاطة التشات جي بي تي موجود؟ مش بس كده، ده بيديهولك بشكل أفضل وأجمل، بل وكانت كمان بتدي فرصة إنك تجرب تشات جي بي تي 4 اللي هو النسخة البريميوم المدفوعة اللي مش هتحصل عليها بشكل مجاني، والأهم كمان إن عليه حاجات تانية غير التشات جي بي تي، بل وأنا أظن إن بعضها أقوى منه في البحث العلمي، زي حاجة اسمها كلود بلس، واللي هيديك 3 محاولات علشان تجربه بشكل يومي، فحاول تستغلهم في الحاجات التقيلة شوية. ده pro.com، وده كل اللي هيطلبه من حضرتك، يا إما الإيميل يا إما رقم التليفون، يوصلك رسالة التفعيل بمجرد ما تدخلهم، وكده خلاص هتدخل وهتشوف الواجهة اللي قدامنا دلوقتي، ودي واجهة جميلة. أول ما بندخل على الموقع بنلاقي إنه بيطلب مننا رقم التليفون، ده لو حابب حضرتك تسجل برقم التليفون، هيبعت لك رسالة SMS فيها رقم التفعيل اللي مجرد ما هتدخله هتدخل على الموقع مباشرة. الحل التاني إن إحنا بنستخدم الإيميل من الاختيار اللي تحت ده، وهنبدأ نحط الإيميل، وبرضه هتوصلنا رسالة التفعيل اللي مجرد ما نحطها هندخل على poo.com، وهنا poo بيدينا مجموعة من الاختيارات الجميلة جدا.
هيدينا لتشات جي بي تي الفيرجن 3.5، ودي النسخة الأحدث من النسخ المجانية، وهنلاقيها موجودة بأكثر من شكل وبأكثر من اسم. فهنلاقي مثلا زي سيج، وهنلاقي حاجة هنا زي التشات جي بي تي العادي، وكمان بيدي فرصة مجانية لاستخدام جي بي تي 4 اللي هي النسخة البريميوم المدفوعة، ولكن هيطلب منك في التحديث الجديد انك تدخل رقم الفيزا عشان يضمن ان التجربة لو عجبتك انك هتشترك بعد كده. خلاص. طيب ايه الطريقه الثالثه اللي انا استخدم بيها لتشات جي بي تي مجانا؟ الحقيقه ان محرك بحث بينج مجرد ما ببدا اكتب عليه بيبتدي يرد عليه، لكن ده مختص بانه يبحث عن طريق الانترنت وبيوجهك للمواقع اللي موجود عليها اجابه السؤال. مبدئيا كده ان في متصفح اسمه ايدج، ده المتصفح بتاع مايكروسوفت. فاول ما بندخل بنلاقي هنا الايكون دي لازم نسجل فيها الدخول بالايميل بتاعنا، والا مش هيدينا الاختيارات المتاحه. مجرد ما بنسجل بايميل عباره عن هوت ميل هيبتدي يظهر لنا التاب دوت، ولو التاب ده مش عاجبنا فممكن ندخل عن طريق الموقع بنكتب chat.bing.com. هنا افضل لان التاب ده احيانا كتير بيهنج، وممكن في نص المحادثه تلاقيه قفل منك خالص. فلو هتستخدم الخاصيه بتاعت التشات العادي، وميزه التشات في البنج انه ابديتد وانه متوصل بالانترنت، لكن مش هينفع في صياغه الابحاث العلميه او في كتابه المقالات اللي احنا بنحتاجها في شغلنا. وممكن نستخدمه في بعض الاشياء الهامه زي حل الام سي كيو او اسئله الاختيار من المتعدد او ايجاد بعض الطرق الحديثه. فهو هتحتاجه لاحتياج مهم جدا، برضه هنتطرق ليه بالتفصيل في الحلقات الجايه. طيب امال هتستخدمه ازاي؟ لا هنيجي بقى من التاب اللي جنبه اللي اسمه كومبوز، وهو ده اللي هنقدر نستخدمه منه. فبنستخدم في التون بروفيشنال لان هي دي لغه الكتابه في الابحاث، والفورمات هيبقى باراجراف، وهنخلي اللينس لونج طالما انا عايز اكتب حاجات طويله. وفي الحلقه اللي بعد كده هوريك ازاي تستخدم تشات جي بي تي 4 عن طريق بينج مجانا وبدون مصاريف ان شاء الله. صحيح مش هيبقى بنفس الصلاحيات زي البريميوم الاصلي اللي موجود على الاوبن اي اي، لكن هنحصل منه على نتائج كويسه جدا باذن الله. خلاص فده كده كان اول حلقه لينا، هو ازاي ان احنا نسجل ونبتدي نستخدم. بعد كده هقول لك بقى ازاي تطلع الريسبونس بتاعك علشان ما يفضلش يعومك في الكلام ويتوهك، وازاي تكتب له جايد مظبوط، وازاي تفهمه دوره اللي مطلوب منه، لان الذكاء الاصطناعي مش هيديك اللي انت عايزه الا لو فهمته الدور اللي مطلوب منه بشكل واضح وصريح. دمتم في امان الله، وان شاء الله نكمل مع بعض الموضوع ده في الحلقات الجايه ان شاء الله.